التقوى تمتد ساحتها بامتداد ساحة الحياة. الحياة كم هي وسيعة، ساحة التقوى تمتد بامتداد ساحة الحياة. أكو هنالك كلمة يقولونها، يقولون أبواب العدم المشرعة على الشيء، أبواب العدم المشرعة على التقوى لا تحد، لأن الشيطان يمكن أن ينفذ من 1000 منفذ إلى المؤمن حتى يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ساحة حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، وهنالك غموض كامل يحيط بهذه القضية. هذا في المعارك الخارجية موجود، أنه الجبهة المقاتلة لا تعلم أن العدو من أين يأتي، ولكن هنالك مجالات محددة، العدو إما أن يأتي من الشرق أو من الغرب مثلا، 10 منافذ محتملة أن يأتي فيها العدو، ولكن الشيطان من أين يأتي إلى المؤمن مو معنى. يمكن واحد يفكر 1000 احتمال أن الشيطان من أين يأتيه وكيف يبعده عن الله سبحانه وتعالى. الشيطان يأتيه من المنفذ الواحد بعد الألف، ذلك العابد المعروف ربما ما كان هنالك أي احتمال ولا 1 بالألف أن يأتيه الشيطان عن طريق المرء. هذا العابد الذي يعيش في ذلك الكهف وأصبح وليا من أولياء الله، وإذا بالشيطان يأتيه من ذلك المنفذ، وبالنتيجة يجره من كونه وليا من أولياء الله مستجاب الدعوة إلى كافر، إلى رجل يموت مشركا. هذا الاحتمال ربما ما كان وارد. الشيطان الذي صارع الأنبياء، يعني حاول أن يصارع الأنبياء، الشيطان اللي حاول أن يصارع الأولياء، الشيطان الذي حلف بالله سبحانه وتعالى أن يقود جميع البشر إلى جهنم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا عدو إلى خبروية تمتد ربما لألوف الأعوام، يعني هذا مو عدو هين ومو عدو يمكن أن يستهان به. منين يأتي مو معلوم. ولذلك في الواقع مجالات التقوى تتشعب وتمتد إلى ما لا يمكن أن نتصوره.